السلام عليكم طلاب ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا بخير، رمضان كريم، الله يتقبل الطاعات. احنا باللاب موبايل كوميونيكيشن لاب أخذنا لحد الآن 3 محاضرات أو 3 لابات. فبالكوز الأخير استشفيت أكو بعض الطلاب، أكو بعض الأمور عندهم مو واضحة، أو هم بالأساس لأنه سابقا ما أخذيها بالنظري العام أو للعام أو هاي السنة، ما سبب نسيان او ما فاهميها هم بالاصل، فلذلك ما قاعد صار عندهم الصوره واضحه بالمختبر. بالاضافه يعني من خلال الكويز الاخير اللي انا سويته شفت هذا الشيء ايضا، اكو بعض الطلاب هم اجوا لي بشكل شخصي وطلبوا من عندي اكو امور نوضحها، يعني انا مع انه انا شارحها ترى بالمحاضره، بس الظاهر ما صار بيها يعني ما كنت انتباه عليها صار، او قلنا بسبب يعني الاساس السنين السابقه ما كان يعني يقدر ياهلك تفتهم شنو المعلومه. فاحنا راح نعيد، لان هنا احنا ساخذنا 3 لابات، فاذا اريد نسوي تسجيل نحتاج لنا وقت جدا طويل، فما راح نقدر كل شيء نحكي، راح نحاول نغطي اهم النقاط او يعني اللي انا شفت بيها اكو بيها يعني ما مو واضحه عند الطلاب. فاحنا نعرف هو شنو قلنا الايم من المختبر هذا اللي قاعد ندرسه، شنو هو الايم اللاب اوف ذيس لاب تو سيميوليت الحسبة محاكاة الوايرلس موبايل كوميونيكيشن لينك. بالنتيجة ايش راح نسوي من نسوي هاي المحاكاة؟ ايش راح نحتاج نسوي؟ ماب للكومبوننتس او ثيوريتيكال سيستم موديل استخدام برنامج الماتلاب. فاحنا حتى نسوي للكومبوننتس لازم نعرف شنو هي مركبات او اجزاء الرئيسية للكوميونيكيشن سيستم. اي كوميونيكيشن سيستم يتكون من 3 اجزاء اللي هو شنو؟ ترانسميتر، شانل، ريسيفر. بعد ما نسوي هاي مابينج، نسوي ديزاين بالمحاكاة بالكودينج مال ماتلاب، مو سيميولينك، سيميولينك بلوكات، نسوي لها اعدادات تغير بالسيتنج مال كل بلوك وتطي وسوي سكوب وشوف. فهذا الطريقة مو افيشنت، مو طريقة مهندس مرحلة رابعة. فاحنا شوي قاعد ناخذ اسلوب شوي مور ادفانس اللي هو باستخدام الكودينج. سيميوليشن باستخدام الكودينج، اوكي؟ فحتى نعرف يكون نحتاج لافة مقياسية أو مترك أو معيارية من خلالها نحدد بأنه هاي المنظومة قاعدة تأدي بصورة جيدة أو لا. شنو هي اللي قلناها طلاب تطرقنا لها؟ مثل ما هنا واضحة عندكم النقطة 2 evaluate the performance. لازم شنو نحسب هذا الـ performance من خلال شنو؟ اكو معيارية اللي هي سميناها الـ bit error rate against signal to noise ratio، صراحة نحكي عليها بالتفصيل. فحرفنا مثل ما حكينا السيستم موديل اللي هو شنو؟ يتكون من 3 اجزاء، ترانسميتر، كوميونيكيشن شانل، ريسيفر. بالنتيجة النهائية احنا راح نسوي شنو؟ كومبيوت للبت ايرور ريت، يعني شنو البتات اللي انضربت بايرور تأثير الشانل، راح نحسبهن، وهاي البتات نشوف ايش قد راح تتحسن عندما نزيد من الباور مال الترانسميتر. نبدي نزيد الباور بنسبة، احنا نتعامل ويا الدي بي تعرفون، فنزيد كل مقدار مثلا نقول سيجنال تو نويز ريشيو، فنقول 2 dB، نشوف ايش قد راح يصير اداء المنظومه بالنسبه للبت ايرور ريت. شنو معناته البت ايرور ريت طلاب؟ احنا هم شرحناه، فهو هم ايضا لا تشوفون probability of error function داله للسيجنال تو نويز ريشيو. اذا سهل شريد في ملخص سريع عليها، احنا قلنا ما نحاول نسوي المحاضره طويله. البت ايرور ريت لو نجي نسوي فد ملخص عنه، البت ايرور ريت هو قلنا البت ايرور ريت هو شنو؟ كانديكيشن، مؤشر يحدد لي او يبين لي شنو اداء هذه المنظومه اللي انا صممتها. فاحنا لو نرجع هنا طلاب مثلا لهذا للجراف، قاعد تلاحظون احنا ان شاء الله خلال هاي التجارب الثلاث الاخيره استخدمنا different types of modulation. كل نوع من المودوليشن احنا قاعد نشتغل على الديجيتال مودوليشن. ليش؟ لانه احنا قاعد نشتغل موبايل كوميونيكيشن، الموبايل كوميونيكيشن هو كله سمارت فون، كله ديجيتال كوميونيكيشن، نشتغل ويا الباينري سيستم 0 1. فشنو الانواع اللي قاعد استخدمها؟ مثلا اخذنا نوع الباينري بي اس كي، الكوام بي اس كي، الكيو بي اس كي العفو، يعني كوادراتشر، مره نرسل باينري يعني مره 2 سيمبلز للباينري فيس شيفت كينج، مره 4 سيمبلز اللي هو كوادراتشر، وراها انتقلنا نوع اقوى اوكي بي سبكترال افشنسي اعلى اللي هي شنو؟ اخذنا الكوام كوادرشر امبليتيود مودوليشن اللي نغير بي 2 باراميترز. احنا قلنا المودوليشن يحدث بتغير 3 باراميترز، اما الامبليتيود يصيحوا له اي اس كي امبليتيود شيفت كينج، او الفيز اللي هو بي بي اس كي اوكي الفيز شيفت كينج، او التغير الثالث
قلنا الفريكوانسي الاف اس كي فريكوانسي شيفت كينج، بينما الكوادراتشر جامع بين الامبليتيود والفيز، فهو لذلك يعطي يقدر يستطيع ان يحمل داتا بت اعلى من البقيه، لذلك يسمون الهاي سبكترال افشنسي مالته فيري هاي. اوكي طلاب، فقلنا ناخذ هاي الانواع قاعد نصمم ترانسميتر بعده انواع من الموديليشن، بنفس الوقت نحسب لكل نوع البت ايرور ريت مالته. فنرجع احنا خلينا نوضح شنو هو البت ايرور ريت. ها في الطلاب اكو بعض الطلاب مو واضح عندهم البت ايرور ريت. اوكي انا هذا وهذا يمكن او اي واحد، هذا مو مشكله. سالو نجي طلاب شنو هو البت ايرور ريت. اوكي البت احنا نرسل، تعرفون من نرسل بالترانسميتر، هذا الترانسميتر قاعد تجي اول مره البيانات شنو عباره عن ستريمز اوف بت، او يسمونها بت ستريمز، يعني عدد هائل او مهول من البتات، مثلا نقول فد 10000 100000 مليون بت، فعلى هاي مثلا يعني سلسله سيكونس اوف بيتس 0110 اند سو اون. فانت قبل لا توديها لهذا البلوك ترانسميشن ترانسميتر عفوا راح نش نسوي لها موديليشن وراها ترسلها بالانتنه. اوكي راح تجي هنا بالشانل، اول تاثير اخذنا اديتيف وايد جاوس نويز شانل، راح يجي الريسيفر يستلمها. احنا ساشنو الهدف مو نشرح هذني، بس نريد نعرف شنو البيت ايرور ريت. وراها راح يسوي ريكفري الهاي داتا بت اللي استلمناه. ريسيفر قلنا راح يسوي دي مابينج او ديكودينج، وراها اذا احنا مستخدمين شانل انكودر يعني مسوي له كودد هذا البت راح يسوي له ديكودد. فهاي خطوه شوي بت ادفانس راح ناخذها باللاب الاخير ان شاء الله. فاحنا خلينا نرجع، قلنا هاي البت ستريمز مثل اترسلت هذه البت، قلنا خلينا نكتبها هنا مثلا انت ارسلت نقول 6 بتات 0 1 1 1 0 0 خلينا نقول هذني 6. بالريسيفر من سويت له ريكفري اوكي بعد ما سويت الديكودينج سويت مقارنه جبت اكو يسموها تري شولد تحدد هل هو هذا 0 او بت، فبالنتيجه وجدت انه البت المستلم خلينا نقول هذا 0 1 0 101 هذا صار شنو اللي تغير عندك؟ صار عندك هذا البت هنا البت الثالث اوكي انضرب انقلب بدل ما 1 صار 0 اوكي، وهنا بعد يابت والبت الاخير هم انقلب بدل ما كان المفروض يستلم الريسيفر 0 صار 1، فعندك هنا بتين انضربا من 6. يعني هنا شنو معناها البتس ان ايرور، بتس ان ايررز errors شقد صارت يساوي 2. فحتى احسب البت ايرور ريت هو شنو افريج يعني البت ايرور ريت معدل البتات اللي انضربت، فهو عدد البتات اللي انضربت بايرور على المجموع الكلي. فهنا شو يصير 2 على المجموع الكلي شقد 6 اوكي ويساوي، ولو احنا ما نرسل 6 نرسل عدد الشبيه، بس هذا شي مثال مبسط للبت ايرور ريت. فهاي شو يصير، هاي بها 1 هاي بها 3 يعني ثلث 1 على 3 يعني البت ايرور ريت هنا خلينا نقول 3 بالعشرة. اوكي فهذا البت ايرور ريت عند مثل باور سيجنال تو نويز روشيو معينة، خلينا نقول مثلا هنا 1 دي بي، من زودنا مثل زودنا سوينا 2 دي بي شفنا تحسنت المنظومة 3 دي بي اند سو اون. اوكي فهذه موجز الفكرة البت ايرور ريت. فهي شنو اعطتكم طلاب معيارية او قياس او انديكيشن العدد البتات اللي قاعد تضرب خلال هاي الشانل، ومن قاعد نزود قاعد نشوف شلون نحسن بالاداء، من شنو قاعد يتحسن عندي الاداء بزياده شنو الباور سيجنال تو نويز ريشيو، يعني قاعد يتحسن البيرفورمانس على حساب شنو شو اسمه الباور، يعني قاعد يصير عندي كوس بالباور ويتحسن عندي البت ايرور ريت البيرفورمانس. ليش قلنا هو probability؟ لأنه انتو ذا تتذكرون طلاب هي البت ايرور ريت مثل ما احنا هنا وضحنا. اوكي بس احنا هنا هذا البت اللي قاعد ينضرب، مرة ينضرب هذا مرة ترسل مثلا هنقول ارسلت التغير بتات نقول 10 مثلا 0 0 0 0 1 0 0 1 هنقول هاي المجموعة، مثلا مرة ترسلها تنضرب اول بت والباقيات ما بيهنش، مرة ترسل لا
ما ينضرب الاول، يعني انت ماكو في شيء ثابت، ماكو شيء بريدكتد يعني تقدر تتنبا يا بت راح ينضرب. فلذلك بما انه هو راندم عشوائي، لذلك يبقى شنو probability احتماليه، بنسبه احتمال هذا ينضرب احتمال هذا ينضرب، يعني مو شيء ثابت. لذلك هو يصير probability of error بالنسبه للفانكشن شنو signal to noise ratio حسب الجراف، لان احنا قاعد نزود نغير بقيمه شنو اللي هو نقدر نتحكم به، بس قيمه الباور. اوكي، فهذا طلاب بما يخص البيت ايرور ريت، قلنا نحتاجه شنو حتى هو كمقياس كمتريك يحدد لي البيرفورمانس، هل هو جيد هل هو سيء، ما شنو المنظومه اللي انا قاعد استخدمها او قاعد اشتغل عليها. مثلا خلينا نقول هنا، خلينا نقول مثلا عد 10 دي بي، ايش قاعد يطلع عندي؟ 10 اس ناقص 3، يعني معناها كل 1000 بت قاعد ينضرب عندي شنو 1 بت طلاب. يعني خلينا نقول اكزامبل، لو ناخذ مثال مثلا، اوكي لو مثلا ناخذ مثال، خلينا نقول ناخذ مثلا مثال، نقول مثلا شو اسمه فور اكزامبل، مثلا عندي اكزامبل اف وي ترانسميت، مثلا اذا احنا ارسلنا خلينا نقول 100000 بتس، 100000 بتس اوكي، يعني 10 اس 5 بتس، ووجدنا اند وي فاوند مثلا خلينا نقول ب 100 بتس 100 بت اوكي، شو اسمه ات ريسيفرز، نقول ات ريسيفر ان ايررز. فعد هاي الحاله مثلا اقول لك فايند او كالكوليت البيت ايرور ريت، فايش راح يصير البيت ايرور ريت هنا؟ بيت ايرور ريت شو يساوي؟ عدد البتات اللي بيها ايرور اللي هو مثلا نقول 100 على شنو عدد البتات المرسله الكليه اللي هو 100000. اوكي هذني روحن فيصير شنو 1 بالالف ويساوي يعني 10 اس ناقص 3. اوكي فيعني معناها كل، يعني هاي ال 100000 ضربت 100 معناها كل 1000 بت قاعد ينضرب عندي 1. اوكي من احس شلون احس انه قاعد ازيد شنو من السيجنال تو نويز ريشيو، قاعد ازيد من الباور سترينث اوف باور مالتي من عند الارسال. بس هذه مو طريقه يعني ناجحه كمهندس، احنا قلنا دور المهندس هو ايكونومي، تحاول تصمم افضل منظومه او يعني تؤدي افضل بيرفورمانس بشنو باقل التكاليف، مو على حساب مثلا انت هذا قاعد تخسر الباور قاعد يكلفك. اوكي فراح ان شاء الله نتطرق الى تكنيك اخر شلون بدل ما مثلا نزيد من الباور نسوي في الطريقه معينه، اوكي نقدر نحسن الاداء، يعني ينزل الاداء بسرعه باقل باور ان شاء الله بالله بالجاي. فهنا مثلا شنو هم وضحنا ترانسميتر ستراكشر اند تاسك، مثلا نسوي اول شيء راندوم انفورميشن بيت جنريشن، هذا الاو اف جي ام تكنيك احنا راح ندرسه بعدين ان شاء الله، نسوي مابينج لهاي الانفورميشن يعني نسوي له شنو موديليشن، مره باينري فيز شيفت كينج، مره كوام كيو بي اس كي، مره كوام. اوكي هذني بعدين نتطرق لهن، وشنو تاخذ سانتي كارلو لوب، هذني راح احكي لك اياها نساب الكود. بالشانل مره ناخذ ادة فايت جاوس النويز شانل، ومره ان شاء الله بعدين هم باللابات الجايه راح شنو نستخدم الامبلس ريسبونس اللي مثل شنو المالتي باث فريكوانسي سيلكتيف مالتي باث افكت شانل. اوكي فاحنا شو درسنا طلاب؟ اخذنا اول نموذج او اول لاب، طبقنا هذا اللاب البسيط، سوينا راندوم انفورميشن وراها هسه راح احكي لكم اياها بالكود، وراها سوينا لها مابينج هاي الراندوم الدي، مره سوينا لها اخذنا النوع الموديليشن باينري فيز شيفت كينج، وبعدين اخذنا كيو بي اس كي وان سو اون الانواع البقيه، فصارت اكس ارسلناها بالشانل، ضفنا عليها الواي هاي الريسيفد الاديتيف وايت جاوس النويز، قلنا الاديتيف وايت جاوس النويز بالحقيقه ما يحصل بالشانل نفسها، يحصل يعني مو بالوسط الناقل، يحصل بالريسيفر، هذا اكو باور امبليفاير، هذا الباور امبليفاير هو داره الكترونيه قاعد تضيف ثيرمال نويز، فهذا الثيرمال نويز راح يضرب هذه البتات. اوكي فمن نسوي له دي مابينج او دي كودينج راح يصير واي استيميشن، نسوي لها ريكفر، فرياضياتيا كانه الواي ريسيف يساوي اكس هذه زائد هذا النويز كانه راح ينضاف الها. بالنتيجه النهائيه خلال هاي اللابات اللي احنا اخذناها الاول والثاني والثالث والحد الرابع المفروض يطلع عندكم هذا الجراف، فانا ساره اوضح لكم اياه بالكود، احنا شرحناه بس هم مو مشكله راح نوضحه. اوكي فهذا خلينا نقول باينري فيز شيفت كينج، هذا هنا الكيو بي اس كي،
هذا 16 كوام، هذا 164، هذا هنا 256. فشوف كل ما قاعد أزود Spectral Efficiency على عدد البتات المرسلة، أوكي عدد البتات المرسلة اللي كل ما قاعد أزود هذه هنا، أو عدد البتات المرسلة خلال هي اسمها عدد السمبلات المرسلة اللي تمثل عدد البتات المرسلة per second per hertz، وهذا Spectral Efficiency. فكل ما قاعد يزداد الرنك هذا من 16-24 شوف قاعد يقل الأداء، يزداد يصير worse. يعني مثلا عد 25 dB، إذا قاعد تلاحظ شوف هسه هنا عد 256، صحيح قاعد يرسل بتات هواية بشكل مهول جدا، بس شنو قاعد ينضربن هواية عندي بتات، يعني عد 25 يلا بالقوة بيرلي أحقق واحد بت ينضرب عد كل 100 بت مرسل، إذا عندي 100,000، إذا عندي 1,000,000 بت. وش قد شوف ايش قد قاعد اكلف من 25 dB، ترى يعني رقم كبير بالواط، يعني راح يصير يعني يكلفني كوست، هذا كله كوست. فيعني طريقه مو افيشنت هذه، فكون لازم نستخدم تكنيك ثاني حتى نقلل نسوي ريديوس بالبت ايرور ريتس، عدد البتات المصابه بالايرور. اوكي طلاب، فخلنا نجي للكود، خلنا نجي للكود هسه. احنا بالكود هذا الجنرال كود اذا قاعد تلاحظوا هنا عندكم، اول شيء اذا قبل هذا مثل احنا خلينا نقول هذا ان شاء الله المحاضره الجايه بالبدايه المحاضره اللاب الاول اخذنا شنو هذا، خلينا نسوي له كومنت، خلينا نقول شنو كومنت، يعني من تخلي هاي علامه الكومنت الاشاره، هذا الكود ما راح يدخل بحسبان، يعتبر ككومنت كتعليق ككتابه. اوكي خلينا ننفذ هسه، نرجع اللاب الاول هذا خلينا نقول له ان كومنت، وانا هاي ان كومنت يعني هذا دخل لي بالحسبان. اوكي فاحنا هسه ايش راح نسوي ايضا، هذا اول ما بدينا حتى نسوي مابينج لهذه اللاب اللي قاعد نشتغل عليها. اوكي راح نسوي راندوم نولد هاي الانفورميشن، اوكي داتا بت اللي هي دي عباره عن زيرو ستريم اوف بيتس زيرو اور وانز، يعني سيكونس سلسله او سترينج من البتات عدد كبير مهول من الزيرو ان وانز اللي هو الدي. شو راح اولده بالماتلاب طلاب؟ باستخدام هذا الإعاز، اوكي الدي، حتى نولد اي رقم عشوائي، اي نمبر عشوائي راح استخدم هاي الفانكشن عندي جاهزه اللي هي راند. مثلا خلينا نقول راند، انا اريد يا بولد لي راندوم نمبر، خلينا نقول هذا مثلا خلينا نقول رو فيكتور او كولوم فيكتور 4 ب 1، يعني شنو كولوم فيكتور هنا؟ يعني اربع يعني شو اسمه اربع صفوف بعمود واحد. اوكي فايش راح يعطيك ارقام، اربع ارقام عشوائيه بس شنو كسور بوينتات، شوف. فحتى انا هذه الارقام اكسرها اسويها اما 0 او 1، ايش راح استخدم؟ استخدم هذه الفانكشن موجوده هم عندي بالماتلاب. شجي هنا ارجع شقول اجي اجيب السهم، بس اعطي اي سهم ارفع يعني استخدم، راح يعطيني اخر اعاز انا مشتغله بالماتلاب بيمن بالكوموند ويندو، هاي يسموها الكوموند ويندو طلاب. فاجي اقول راوند اخليه بين قوسين هذا النمبر، ترى هذا النمبر كل ما تستخدمه كل مره راح يعطي راندوم عشوائي، نمبر عشوائي راندوم نمبرز ما راح يطلع هذن يكررهن. فهسه انا راح اسوي له راوند، راح شو يسوي هذا الراوند؟ راح يقربه مثلا خلينا نقول 0.5 وفوق راح يسويها 1، جوا النصف راح يسويها شنو 0، فايش راح يعطيك 1 0 0 1. شوف هسه لو ارجع استخدمه مره ثانيه راح يولد لي نمبر ثاني، شوف 1 1 0 1، فهو راندوم نمبرز راح يجنريت راندوم نمبرز، راح يولد لي ارقام عشوائيه مو ثابته كل ساعه تتغير. فعد هاي الحاله طلاب احنا ولدنا الدي، اوكي حلو. هسه نرجع هنا للمخطط، وراها راح اسوي له مابينج، حتى اسوي له مابينج طلاب او موديليشن قبل لا ادخل بالكود نفسه، احنا شنو فائده الموديليشن هم هاي اعيدها لكم طلاب، راح اعيدها لكم، انا شرحتها بالمحاضره، مع الاسف مجموعه من الطلاب ما يعرفون ليش احنا نستخدم الموديليشن. الموديليشن هو طلاب الهدفين رئيسيين، الهدف الاول فائده الموديليشن راح يجنبني استخدام الاطوال الغير مرغوب بها بتصميم الابراج او الانتنه بالارسال. شلون؟ عندي معادله بسيطه، شو تقول؟ تقول ال L من يعني شنو length اقل length of antenna، هاي شنو للانتنة؟ ت
اعتقد هاي دبل ان مو مشكله. سالمن شي يساوي 10 تقريبا، هذا تقريبا اعتقد اي لا مو 10 ان شاء الله. سرعه الضوء سي على 10 تقريبا 9 هي او 10 في التردد الاف فريكونسي اوف شنو السيجنال اللي تنوي ان ترسلها. فاذا احنا مثلا ما نستخدم هذا الكارير، اذا ما نجيب موديليشن مثل هذه، خلينا نقول هسه احنا بنظام الجي اس ام بالموبايل كوميونيكيشن نوع جي اس ام اللي هو 2 جنريشن الثاني، فايش عندنا؟ عندنا الشانل كل يوزر عنده سامحين له 200 كيلو هرتز يرسل خلالها، اوكي؟ فهذه شو يسموها الاف ام فريكونسي مال شنو؟ المسج خلينا نقول. فاذا هذه نرسلها لو نجي نطبقها هنا شوف ايش قد الانتنا سواء مال الريسيفر يعني مال الموبايل ومال الترانسميتر مال هذا ايش قد راح يصير عده طويل فطول يعني غير معقول انريزونبل لينث اوف شنو انتنا. لو تجي تطبقها هاي ال 200 تجيبها 200 سرعه الضوء تعرفوها 3 في 10 اس 8 حتى ما ناخذ وقت هواي بها في 10 في 200 كيلو راح يصير يعني الرقم حدود تقريب 100 متر يعني فالمبلغ رقم مو صحيح يعني مو منطقي. ايش قد راح يعطينا هذا وايش قد راح يصير الكوست تكلفه مال هذا البرج يعني يصير شنو عمليه الاتصال غير مقبوله وغير معقوله. لذلك نلجا شنو نضرب هذا الفريكونسي سوي له موديليشن تضمين شنو بالفريكونسي كارير الاف سي. بالنسبه للجي اس ام طلاب ايش قد هي الاف اس الاف سي تقريبا 900 ميجا هرتز اوكي. فلو نجي هسه هذه الاف نعتبرها اف سي هي هذه اف سب سي اوكي. فشو تصير خلينا نقول 9 في 100 عشان 900 في 10 اس 6 يعني هذا ويا ذني طارن تقريبا اوكي. فراح يصير تقريبا شنو 3 على 9 اوكي 3 على 9 1 على 3 3 بالعشرة سنتيم مثلا اوكي. فهو تنضرب على 200 فشوف يعني هيك قاعد اقرب لك الفكره انا 3 بالعشرة متر يعني 3 بالعشرة سنتيم او 30 سنتيم اوكي. فيعني شوف شلون قلل لي من حجم الانتنا او البرج. هاي الفائده الاولى الموديليشن. الفائده الثانيه الموديليشن انت عندك بالفريكونسي دوم طلاب الموديليشن ايش راح يسوي شيفتنج للفريكونسي مالت الاشاره او المسج. مثلا انا عندي نقول سنفرض الباينري فيز شيفت كينج نجيب القلم سامي اقول باينري فيز شيفت كينج هو عباره عن شنو قلنا احنا بت ستريمز قاعد تجي لي نقول مثلا هذا 10101 نقول مثلا هذا 10101 مثل هذا البت ستريم يجي للكارير طلاب نقول مثل هذا الكارير عنده فد فريكونسي سرعه الفريكونسي كل ما هذا يصير يعني هالشكل راح يصير اسرع كل ما ينضغط راح يصير اسرع هنقول هذه نقول 1 سايكل بير شو اسمه ريكتانجولر بيت اوكي ساخن يعني انا احاول قاعد احاول اصير يعني دقيقه اكثر حد ممكن نقول هذه هنا هذه هنا لو اسوي له تسقيط يعني كل 1 سايكل اوكي. فايش راح يصير موديليت السيجنال هاي اللي سوينا لها مابينج. فاجى الواحد باينري في شيفت كينج هو شنو يتغير عندي هنا الفيز فشنو بما انه باينري اثنين اما يعني فرق الطور بيناتهم ذني التو سيمبلز راح يصير فرق الطور الفيز بيناتهم 180 درجة باي فهاي صفر 90 180 فما نرسل واحد او ماينص واحد. فنقول واحد في هذه الفريكونسي كارير ايش راح يصير هاي لو تنزلها ايش راح يصير تجي نفسها نقول واحد اوكي. ها قاعد اسوي له مابينج او موديليشن. الزيرو ايش راح يصير؟ زيرو في هذا ايش راح يصير يقلبها؟ شو تصير ماينس واحد 180 درجة اوكي هذا ماينس واحد وهكذا اجا واحد هم قلبها صارت واحد. فانت هذه الشانل اللي قاعد ترسلها عبارة عن هالشكل راح يصير بالانالوج يعني هذه لهنا هاي هنا الاكس عبارة عن هذه الاشارة بالضبط قاعد تصير عندك هالشكل تجي الساين هالشكل تجي تنقلب وهكذا. فهاي بما انه الفريكونسي جدا عالي مال الكارير ما راح يعني تتضح لو تجيب اوسلسكوب وتربطه بالمختبر كون تسوي له زوم ان
يلا تقدر تباوع هاي التغيرات. اوكي، فهذا بالتايم دومين. بالفريكونسي دومين ايش راح يصير طلاب؟ هذا خلينا نقول فريكونسي دومين، لو لو تجي تضرب الكارير وتحوله تجيب فورير ترانسفورم، نقول هاي السيجنال هنا الرئيسيه هذه، اوكي هنقول هاي التردد مالتها اف ام مال المسج، المسج هو مجموعه من البتات، ما راح تضربها بكارير، ايش راح يصير بها؟ شيفتنج، تجي هنا قيمه الاف سب سي اف كارير، هذه هنا هم تجي اف سب سي بالماينس، فراح يصير بها شيفتنج. هذا الشيفتنج راح يسوي له اساين للشانل، راح يثبتها حسب هاي قيمه الفريكونسي، لذلك راح ينظم لي الارسال، مو كل من يرسل بكيفه. مثل هذا الشانل هنا راح تاخذ تبي ترخيص من الدوله، تدفع فلوس عليه، تاجره مثل اشتراك سنوي كذا مبلغ، مبالغ كبيره، فحتى ترسل راح تعطيك ترخيص الدوله، ترسل على هذا الشانل، سواء انت اذاعه، سواء انت عندك بث ارضي، سواء عندك ساتلايت، سواء عندك اتصال موبايل، فراح يعطيك هذا التردد الفريكونسي. شلون انت تسوي له اساين تثبت عليه؟ من خلال راح تضرب مثلا هنا بالجي اس ام، يقول لك يا بي ترى ارسل على 900 ميجا هرتز، فراح تضرب انت اف مثلا خلينا نقول هاي 200 كيلو، فراح تجي هنا الثاني اليوزر الثاني هم راح يصعد 200 يصير 400 يصير بصفه، وهكذا ويصير بصفه. وبعدين شنو التقنيه اللي تقدر كل شانل تسوي لها اساين بنفس الوقت؟ مثل تي دي ام اي فريكونسي ديفيجن مالتيبلكسر، سامعين بالمالتيبلكسر تكنيكس، راح يوزع هكذا، مثل هذا اليوزر الاول، هذا اليوزر الثاني، هذا اليوزر الثالث بالترانسميتر، يوديها من البرج هاي ساقع نحكي للموبايل كوم يوزر، هذا موبايل يوزر، هذا البيس ستيشن، فهذا شلون راح يجيبه؟ واحد هنا واحد هنا، مثل يستخدم التكنيك مثل جي اس ام اي تي دي ام اي مثلا تكنيك، يسوي يقسمها تايم سلوتس ويرسل كل واحد الى مثل هذا هنا رسل على هاي الشانل، هذا على هذا الشانل، هذا على هذا الشانل، ويرجع مره ثانيه يرسل كويا ثانيه وهكذا. فاحنا عرفنا من خلال هذا التوضيح البسيط عرفنا شنو فائده المودوليشن، لذلك انا اشوفهم جدا مهم طالب مرحله رابعه هندسه اتصالات يعرف شنو فائده المودوليشن، بالاضافه يصير الاشاره يصير مور روبست اجينست ايدنتيفايد جاوس نويز، يعني يصير شوي اقوى بالنسبه للنويز. اوكي، فسنرجع للكود طلاب.